تتواصل موجة احتجاجات المواطنين في عدة من المدن الإيرانية احتجاجا على شح المياه وأزمة الجفاف الحادة التي تسببت بها الحكومة. وفي مدينة عبدان نظم مواطنون تجمعا احتجاجا على انقطاع مياه الشرب، وطلب المحتجون بتوفير حاجاتهم من المياه، كما طالبوا المنظمات الدولية الحقوقية بسرعة التدخل والضغط على النظام بسبب هذا الانتهاك الخطير. وفي مدينة بوشهر نظم مجموعة من المواطنين تجمعا احتجاجيا أمام مبنى المحافظة بسبب انقطاع المياه والكهرباء في المدينة. يذكر أن الحكومة الإيرانية تستخدم أساليب الانتهاك والقمع بهدف وقف تمدد الاحتجاجات الشعبية، وعن طريق إشغال الشعب بأزمات معيشية لخفض سقف مطالبهم.